أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik, alhamdulillah Syekh Najjar sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'dziratan kanat asy-syabakah mafsula wa tawwan yani fatahat ma'ana wa ja'at. Jazakumullah khairan. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya Syekhana, jazakumullahu khairan katsiran bihudurikum ya Syekhana. Ma'akum al-an Sarfin, yani akhuna Sarfin sayaqra. Ustaz Sarfin, Akhi Sarfin, silakan memulai kembali bacaannya dan insya Allah didengarkan, dikoreksi oleh Syekh. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Akhi Sarfin. Silakan memulai kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نعطي نفس أطول على الإدغام بمقدار حركتين نقولها كذا من ولي ولا نصير هكذا ya idgomnya akhi katanya gunahnya terlalu pendek silakan diperpanjang gunahnya miu gitu dua harokat silakan diulangi hakadha wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني عندما نقف على أتمهن هذه النون تساوي حرفين
فالغنة تبين الحرف الثاني، نقول فأتمهن هن هن هكذا، نقف على هذه الطريقة لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، دخل الأول في الثاني فصار مشددا. Baik, karena di situ ada tasdid, jadi pengetahuan untuk semuanya ketika berhenti di dalam nun yang bertasdid, silakan dipanjangkan dua harokat karena musyaddadah atau tasdid menandakan dua huruf yang berdampingan, sehingga ketika berhenti maka berbeda dengan berhenti di tempat yang biasa karena dia adalah musyaddadah, sehingga berhentinya digunakan dua harokat seperti yang dicontohkan oleh Syekh. Nah, silakan Ahi dilanjutkan. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين وما ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم شيخ الله أكبر baik hadirin rahimakumullah nampaknya saya sedang salat beberapa saat kita akan lanjutkan dengan bacaan selanjutnya insyaallah kita menunggu beberapa saat ke depan kehadiran Syekh kembali setelah salat
إن شاء الله. أختي نور واحدة أسوأ. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان لهم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نقول هكذا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عذاب عظيم عظيم عين وليس عين. نقول هكذا عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جيد نقول عذاب عظيم وليس عذاب عظيم. عظيم. عذاب عظيم. أين جيد هكذا. عذاب عظيم. جيد جيد. ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تو فأينما مش هي عندما المشرق خطأ المشرق والمغرب هكذا نقول ولله المشرق والمغرب هكذا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله إن فثم فأينما تولوا فثم وجه الله إن وجه الله وجه الله وجه الله يا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو يأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
wala tus'alu an wala tus'alu an ashabil jahim. Kadang kula kada ashabil jahim. Ashabil jahim. Ya ya. Wala tus wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu an wala tus'alu an ashabil jahim. Walan tardo anka yahudu walan nasara. Walan nasara. Anka khata. Anka. 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 Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Waman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin aw وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. أَنْ طَهِّرَ هَا وَلَيْسَ هَا أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. والركع السجود.
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ كذا تمام وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لا ث الث غير ش نقول ثمرات مفردها ثمرة 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 ثمرات 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 هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات جيد من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم ضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعل ربنا أنت السميع العليم oh, panjang ya. إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربنا وجعلنا ومن هنا ربنا وجعلنا من هنا نبدأ من شيء ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya baniya inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum shuhadaa iz hadara Ya'qub. Am kuntum shuhadaa iz hadara Ya'qub al-maut. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Wa Ishaq ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Naqul wa la tus'aluna amma amma wala tus'aluna amma kanu ya'malun. La naqul tus'aluna tus'ah hamza tus'aluna wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jayid. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq هكذا إبراهيم في آية نقول هكذا إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ihtadau bibirnya monyong ke depan ihtadau ya fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اتفقنا أن نقرأ إبراهيم في القرآن كله في كل إبراهيم هيم إبراهيم هكذا أينما تجدونها تقرؤون هكذا إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب هكذا هذه كلها فيها حروف يعني مد في وسطها نقول إن إبراهيم semua kalimat إبراهيم dan semua kalimat إسماعيل semua kalimat إسحاق ingatkan di mana panjangnya dan semuanya sama cara pembacaannya yang panjang di tengah-tengahnya harus disabet dibaca sama dua harokat. Silakan dilanjutkan, Dokter. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbaqa kanu hudan aw nasara Qul a'antum a'lamu amillah Hamzat wara ba'd Hamzatan wara ba'd Naqul a'a Qul a'antum a'antum a'a Hamza Hada nusammih mutamathilain hukmu al-ibhar Naqul a'antum a'lamu amillah Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadaqallahu al-Azim. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang selanjutnya, Ukhti Sofi. Barakallahu fiik. Ukhti Sofi. Tilawah jayyida mubarakah. Nahtaj nasma' al-Syekh al-Husari aw al-Minshawi. Fil bait nasma' surat al-Mushaf al-Muallim. Baik. Nah, bagi semuanya, saya tetap menekankan untuk tetap mendengarkan dan mengikuti bacaan Syekh Husari atau Syekh Bin Sawi di rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Silakan Ukhti Sofi, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد أقول كذا فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر جيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نقول كذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني Silakan dilanjutkan, Ukhti. Ada mad yang tadi terlewat. Silakan dilanjutkan. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'an. إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جيد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل أحل مكسورة تي نقول أحل أحل جيد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
نقول كذا ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. جيد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت قل هي قل هي مواقيت للناس والحج والحج هذه تسمى قلقلة كبرى شدة والحج والحج هكذا الجيم هنا عليها نسميها قلقلة كبرى أشد شديدة يعني أو كبرى شديدة أو كبرى شديدة الحج الحق هكذا قل هي مواقيت للناس والحج هكذا ada qalqala kubra ashad yaitu ada qalqala yang besar dan kuat di dalam al-hajj dan al-haq gitu ya seperti itu pengucapannya karena ada syaddah di situ dan kemudian ada qalqalah. Silakan Ukhti diulangi. Baik Ustaz. Ul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Bagaimana Ustaz? Lanjut Ustaz. Ya silakan dilanjutkan. Walaisal birru bi ta'tul buyuha wa la birru man ittaqa ana min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نقول كذا تعتدوا المعتدين اعتدى عاد نقول كذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
ذلك جزاء الكافرين. طيب كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. جيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن نقول كذا ويكون الدين لله. ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص. أقول هكذا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. جيد. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. جيد. إن الله يحب المحسنين. أيضا مثل المحسنين. جميل. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. محلة. جيد. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة.
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نقول هكذا: حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد. حاضر المسجد الحرام. مسجد الحرام هي الكلمة وحدها حاضري، لكن عندما نصلها بما بعدها نحذفها لالتقاء الساكنين، نقول حاضر المسجد. هي أصلها حاضري المسجد، لكن نحذف الياء لعلة التقاء الساكنين. التقاء الساكنين نقول حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد حاضر المسجد الحرام. جيد. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بك. الحمد لله. تبارك الله. تاج إن شاء الله إلى لتكون التلاوة أجود وأحسن إن شاء الله. آمين آمين. Silakan didengarkan kembali Syekh Husorinya, insya Allah nanti akan lebih baik kata Syekh seperti itu. Selanjutnya silakan Ufti Lenis. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Ufti Lenis. Ufti Lenis, barakallahu fiik. Suaranya belum terdengar. Halo, Ufti Lenis, siap? Ukhti Lilis. Ukhti Lilis. Maaf, aku kedengeran ya. Halo, Ukhti. Ukhti Lilis. Ya. Ya, silakan baca. وَإِذْ قَالَ الْبَحْرُ هَذَا الْحَيَاةُ. Suaranya boleh diperbesar atau didekatkan mikrofonnya, tidak jelas suaranya, kecil. Barakallahu fikum. منخفض لعلك تسمع لها أنت أو يعني من هو قريب مني. لا أسمع جيدا صوتها. Suaranya enggak jelas kata Syekh. Silakan dekatkan mikrofonnya lebih dekat lagi. Ditempelkan ke mulut barangkali atau bagaimana caranya. Suaranya diperbesar. Silakan Ufti. Ya, silakan kalau bisa diperbesar suaranya silakan. Silakan. Silakan lanjutkan Ukhti. أجعلني
Kedengaran enggak Ustaz? Kurang jelas Ustaz. Silakan kalau memungkinkan didekatkan atau dibesarkan suaranya. Silakan dilanjutkan. Ukti. Ya. Halo. Ya. Halo. لم نضع لهندرا لم نسمع منه شيء. نعم نعم نعم. أختي ليلى suaranya sangat kecil, mungkin bisa diperbaiki perangkatnya atau suaranya diperbesar. Bagaimana Ukti Lilis? Halo. Halo Ustaz. Iya, halo Ustaz Afan. Ya, Afan saya. Nama Syekh Kala Halas ini. Nama Syekh. Kaif naktafi mungkin di hadha al-qadr al-yawm? Mungkin insyaallah naltaki fi yawmil itsnin wa madha ya Syekhana? Ya Syekh. السلام عليكم يا شيخنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخنا. السلام عليكم. نعم يا شيخنا. السلام عليكم.